طيب اروح بسرعه لزميلي شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي في تدريب دلوقتي في القاهره، نطمن منه اخر اخبار النادي الاهلي، حاله الفريق، هل اتضح مين اللي هيلاعبوا الاهلي في المباراه الوديه يوم الاربعاء؟ كل التفاصيل دي هنعرفها من زميلنا شريف شعبان. شريف مساء الخير عليك، اخبارك وطمني عليك. عليك زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل النهارده النادي الاهلي يمكن اجرى تمرينتين، تمرينه في التاسعه صباحا وتمرينه في السادسه مساء، لسه يمكن منتهيه منذ قليل، يمكن ما فيش ثلاث اربع دقائق والتمرين لسه تمام خلصان. ابدا لك بالتمرين الصباحي ولا عاوز تمرين مساء على طول؟ التمرين المسائي، التمرين الصباحي خدنا الاخبار بتاعته والنشره اللي خرجت منه، لكن التمرين المسائي يعني كل اللعيبه كانت في التمرين ولا في غيابات؟ خليني اقول لك ان علي لطفي طبعا في التمرين الصباحي ما كانش مشارك، لكن شارك في التمرين المسائي الحمد لله بكل قوه، وظهر عمل تمرينه كويسه جدا بتطمئن جماهير النادي الاهلي على حراسه المرمى، متمثله طبعا في علي لطفي. يمكن التمرين كان فيه محاضره مثل شارتي والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره وباقي الجهاز مع اللاعبين، استمرت الملعب حوالي 10 دقائق، وبعد كده هو كان فيه اطالات ثم ثلاث تقسيمات، ثلاث مجميع وعمل تقسيمات صغيره، كان مثل لاتاركي وكابتن محمد يوسف وكابتن سامي قمصان حريصين كل الحرص ان هم يصلحوا الاخطاء اللي بيقع فيها اللاعبين اول باول. يمكن كان حسين السيد النهارده ظهور ليه شارك في جزء من التمرين وعمل بعد كده تمرينات بدنيه، على الجانب الاخر مؤمن زكريا ما زال في مرحله التمرين التاهيل، عمار ايضا النهارده برده كان بيجري تدريبات بدنيه، يمكن كريم نجد النهارده حضر للنادي وعمل عمليه التاهيل في الجيم. يمكن في اخر التمرين كده كان في كدمه لاحمد علاء ما قدرش يكمل التمرين، ولكن سالت الدكتور قال لي الكدمه خفيفه وبكره باذن الله موجود في التمرين. لو حبيت اقول لك على برنامج النادي الاهلي في الفتره المقبله، بكره هيكون في فتره واحده بس تمرين في السادسه مساء، يوم الاربعاء هيكون في وديه لسه اسم الفريق ما اتقالش، لان الاهلي بيفاضل بين ثلاث فرق، فلسه هيعلن النهارده او بكره صبح بالكثير على اسم الفريق اللي هيستقر على لعب المباراه الوديه الاولى معاه يوم الاربعاء. يوم الخميس هيكون اجازه، يوم الجمعه باذن الله هيكون في تمرينه في التاسعه صباحا، ثم بعد تمرين وجبه الغداء والاتجاه الى مطار القاهره للسفر لمدينه اسبانيا عشان معسكر الفريق اللي بيتمنى باذن الله يكون معسكر وش خير على النادي الاهلي ويحصد جميع الالقاب من بعد هذا المعسكر. بطمنك وبطمن جماهير الاهلي ان التمرين قوي جدا، اللعيبه كلها بتحاول تبذل اقصى ما لديها من ناشئين لكبار، الجميع مثل سالتي قال في الجلسه الصبح والنهارده مدير الكره نفس الكلام بيقوله، يا جماعه المباريات الوديه والجهد في التمرينات والاخلاص في التمرينات والقياسات البدنيه اللي هيكون عليها عامل كبير جدا، هيكون هي يعني المحاد في اختيار التشكيل الاساسي اللي هيلعب بيه النادي الاهلي في الفتره المقبله. جميل محمد. طيب سعد سمير، كريم نيدفيد، هل ظهروا عندك في ملعب التتش ولا ما كانوش موجودين في الملعب ولسه التأهيل جوه في غرفة خلع الملابس؟ كريم جه امبارح من ألمانيا والنهارده جه النادي وكان في الجيم وتأهل وخرج. سعد كنت بكلمه من يومين، سعد لسه في ألمانيا هيجي الأسبوع الجاي، وسعد بإذن الله يمكن حوالي شهر كده وينزل الملعب بإذن الله. طيب برضه نقطة تانية بنتكلم فيها يا شريف، هل التدريبات وصلت لمرحلة من التقسيمة الفنية والشغل التكتيك ولا كل ده لسه في إطار مرحلة الإعداد البدني الأول؟ بص يا محمد، يمكن في مدارس كثيره في التمرين، في مدارس بتعتمد فتره الاعداد على التدريبات البدنيه فقط. حديث بيعتمد على القياسات وعلى التمرين البدني ايضا، هو جزء كبير من الكوره، مثل لاسارتي بيميل للمدرسه ديت، الكوره كتير مع التدريبات البدنيه مع القياسات، وركز على القياسات وحط على القياسات دي مليون خط، الراجل جايب احدث اجهزه العالم بيشتغل بيها، الراجل بيدخل التكتيك كتير في تمرينات فتره الاعداد. يمكن النهارده عامل ثلاث مجموعات بيعملوا تمرينات تكتيكيه، الراجل بيصلح الاخطاء اول باول، لا الراجل بيميل للمدرسه اللي بتدخل الكوره فتره الاعداد، فبادي اول تكتيك بدري قوي وقايل اللي هيلتزم واللي هيأدي واللي هينجح في القياسات هيكون يدور معايا الفتره المقبله اذا كان ناشئ او لاعب كبير، فالكل بيجتهد، الكل بيحاول يظهر قدراته للمدير الفني عشان ينال الثقه ويكون ليه دور في الفتره المقبله في اختياره وفي التشكيل. بس دخل في تدريبات الكوره خلاص، وصل للمرحله تدريبات الكوره. يمكن هو يوم واحد او يومين في الفتره دي كلها ما كانش فيها كوره، بقيه الايام كلها فيها تدريبات بدنيه وكوره. ما بقول لك الراجل بيميل لمدرسه، المدرسه اللي بتميل للكوره اكتر، تعرف لعيب الكوره في العالم كله مش في مصر بس بيميل من التدريبات البدنيه فقط. تمرينات الكوره ممكن تكون احمالها عاليه جدا، ولكن مع المرح بتاع اللاعبين في التمرينات فممكن ما يحسش بالمجهود اللي ممكن يعمله غير بعد انتهاء التمرين. الراجل بيميل لمدرسه الكوره، وفعلا بالفعل يمكن من فتره الاعداد كلها ما كانش فيها كوره، لكن باقي الايام كلها بما فيهم النهارده كان فيها كوره كتير. تمام.
مجموعه الشباب والناشئين موجودين في التدريبات كلهم ظاهرين بشكل جيد، لان الكابتن سالم عبد الحفيظ مدير الكره امبارح كان ليه تصريح مهم جدا بخصوص مجموعه الشباب، ظاهرين بشكل متميز. ومارتن لاسارتي معجب جدا بوجود الشباب في التدريبات الفريق الاول، وهيبقى لهم دور كمان في معسكر اسبانيا. معايا محمد سامعني؟ معاك يا شريف سامعني؟ انا كده سامعك. مجموعه الشباب ظهر بمستوى رائع جدا. خليني اقول لك ان هيكون بعد قليل في برنامج ملك كتابه هيكون في لقاءات حصريه مع لاعبي الشباب النادي الاهلي اللي طبعا صاعدين مع الفريق الاول. عددهم كبير، لافتت الانظار بشده كبيره جدا. يمكن النهارده مثلا هشام شعبان بيحرز هدف عالمي، العربي بيعمل اسيست عالمي. لا، اللعيبه تحس ان قطاع النادي الاهلي قطاع الناشئين مليان بالمواهب، مليان بالحاجات اللي الجماهير بتحبها، مهاره، قوه، سرعه. فلا بطمنك الناس لفتة كلها نظر مثلا لاسارتي، وبدا يفكر فيهم بجديه ان يبقى يعتمد عليهم فتره مقبله، وباذن الله يعملوا الفارق مع النادي الاهلي فتره مقبله باذن الله. زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار والمعلومات.